احنا نقول اللي من 30 سنة و 40 سنة ما تقدم شيء يليق بسمة البحرين. في امور متطلبه علينا احنا كهيئه ان احنا لازم نكون واقعيين ومنطقيين وننفذها. انا راح انام احنا نقول اللي فات الماضي اصبح في الماضي واللي جاي يكون مختلف تماما. إذا الكلام اللي قلته لك في اللقاء ما صار واضح أنه ما بيكون زين. ثلاث سنوات أنا والبرنامج نضجنا فيهم قدام عيونكم. نقاشاتنا وأسئلتنا وحواراتنا ارتقت معاكم، كنتوا معانا في كل خطوة، وكنت معاكم في كل إنجاز وكل خسارة، كل مشكلة وكل حل. وانتوا بتتغيرون للأحسن وإحنا معاكم دايماً نتعلم. قلت لكم قبل مو كل سؤال أسئلة في محلة ترى، وقلت لكم قبل أحب تردون علي، وعرف أن أنا وأنتو وصلنا المستوى مو أي كلام نطوفة، ونركز في كل كلمة تنقال ونحط لها ألف معنى ومعنى، وعرف أن أنا وأنتو وصلنا المستوى ندور ثباتات وأدلة بين طيات الكلام، وما يرضينا غير المنطق من بعد نقاش. وصلنا ختام هالثلاث مواسم وهالثلاث سنوات، هل فعلا ارتقينا؟ هل فعلا قدمنا للرياضة اللي نتمناه؟ هل بتقبلون غير الصراحة في كل لقاء بتسمعونا معاي؟ أعرف لا، أعرف مر وقت وايد من آخر سباق، لكن في حلقة الختام المضمون اللي بنسمعه مهم. تعرفون ان احنا في اهل الخيل معنيين بشكل رئيسي في كل شيء يخص سباقات القدرة وسباقات السرعة، ومؤخرا الهيئة لطالما هي بتكون معنية بالاثنين. اوكي عندي اوكي شيخ ادعي، كنت دائما تقول لي طول الموسم ان انت ليش يعني تتكلمين في اللي راح، خلينا نتكلم في المستقبل وفي في اللي بيه وفي اللي بيصير. نعم، فانا الحين يعني مستعده ان انا يعني اسمع كل شيء وان شاء الله نقدر نمر على كل شيء، بس قبل ابي اعرف هل حاليا وضع الهيئه مستقر من ناحيه ما اعرف مكان موظفين الى اخره، لان اعرف ان من بدايه تشكل الهيئه يعني شوي كنتوا ليحن في لويا. طبعا احنا طبعا ما نتكلم في الماضي، نتكلم في المستقبل الجاي، والواحد لازم يكون متفائل. فمن ناحيه المقر، مقر الهيئه ان شاء الله موجود قريب من القريه، وان شاء الله ان احنا بنكون بصوره زينه ان شاء الله السنين الجايه. ان شاء الله مستقرين يعني. مستقرين ان شاء الله. اذا تسمح لي ابي ابتدي من المكان اللي وقفت عنده معك، وهو المسح. وين وصلنا فيه؟ شنو صار؟ هو طبعا احنا بدينا في التسجيل الداتابيس حق اعداد الخيل اللي في البحرين، والوقت الزمني اللي احنا كنا قدرناه طلع محتاجين وقت اكثر، يعني ازيد من شهرين. فالحمد لله احنا الحين الاعداد اللي وصلت حوالي 4700 راس في البحرين، وعلى وشك نهاية التسجيل.
الهدف من عملية المسح إن أنتوا تسجلون كل الخيل الموجودة في البحرين؟ كل الخيل. كل الخيل. من الأنواع الثوربريد، الخيل العربية، الخيل كل أنواع الخيل تسجل ونعرف أماكنها بالضبط. أوكي، بس إذا يصير تشرح لنا، يمكن أنا يعني لما أنت أعلنت عن المسح وقلت إن إحنا بنسوي مسح، وصلتني يعني وايد آراء إن ليش كل خيل البحرين؟ لا. يعني يمكن الغرض من المسح ان احنا يعني حق الرياضات الاساسيه الموجوده في البحرين مثل الفلات ريس والقجره القفز او جمال الخيل، فليش كل الخيل؟ يعني هو مهم ان الواحد يعرف اعداد الخيل، يعني حق الهيئه تعرف اعداد الخيل المتواجده في مملكه البحرين، حق احنا نعرف العدد كم. اللي بيّن أن المنظمات الدولية في السنين الجاية تطلب من الدول بأعداد الخيل المتواجدة عندهم، والحمد لله إحنا بهالفكرة دي قطعنا شوط أن الداتابيس وأعداد الخيل الموجودة في البحرين عارفينها، يعني من المحافظات والمناطق حق نعرف إحنا كم عدد الخيل في البحرين، وشفنا من 2014 لليوم الزيادة حوالي 20%. اوكي، من الاعداد. اوكي، شلون بتاكدون ان الكل قاعد يسجل يعني عن طريق هاي الرابط؟ احنا والله الناس يعني هل البحرين شعب البحرين شعب مثقف، وهل الخيل في البحرين محبين حق هالرياضه هذه من سنين، فهم مهتمين في الخيل، واللي لاحظناه احنا في التسجيل ان الناس اهتمت بهالفكره هذه وقامت تسجل، وهذا شيء في مصلحتهم هم، يعني ان باكر الواحد يعرف اعداد الخيل في الاسطبلات. قدمنا احنا فكره ان الخيل اللي ما بيكون عندها ميكروتشيب تركب ميكروتشيب من قبل الهيئه حق يكون الشيء يعني منظم ومرتب. هاي كلها خدمات الهيئة بتتكفل فيها من الألف إلى الياء. نعم. أوكي. فهذه فرصة حق إن الواحد يعني اللي ما عنده جواز نصدر له جواز، اللي ما عنده ميكروتشيب تطعيم بنحاول نحن نطعم الخيل. ف يعني العملية ما هب سهلة، ما هب بسيطة، تتطلب وقت وجهد، لكن هذا شيء مطلوب منا إن احنا نقدمه. وحق يكون عندنا فكرة تامة عن الوضع. لقيته يعني أنا قاعد أتكلم لك عن مسح كل الخيل، لأن أخبر أنا بعد تناقشت وياك حزتها عن ذي الموضوع. لا. لقيته معارضات إنه ليش يتم مسح كل الخيل، وأقنعته الأطراف اللي ما كانت مقتنعة. يعني ما أشوف إنه يعني لازم في أحد يعترض على هالشيء، يعني ما أشوف إنه في نقطة سلبية عن موضوع ولا أنا الصراحة التسجيل. التسجيل يعني هو في تسجيل وفي مسح، الحمد لله ما عندنا أي مشاكل في البحرين أو أي أمراض، لكن أن الواحد يكون يسجل ويعرف الأعداد المتواجدة هذه مهم. أذكر قلت لي أن المسح من أهم الخطوات اللي لازم تصير. نعم. حزتها كان علشان نحل مشكلة دخول خيل الإمارات للبحرين، وهي يعني موضوع تناقشنا فيه حزة السباق الدولي. نعم. فأبي أعرف شنو صار على ذي الموضوع. والله أنا أبشرك إن إحنا الأمور اللي بيننا وبين دولة الإمارات ما في أي مشكلة على الاستيراد والتصدير. إحنا طبعاً متوافقين في كل مجال، سواء كان اقتصادي، سياسي، رياضي. هو كان مجرد الخيل الفلات ريس، ما كانت السنوات الماضية يعني قبل 10 سنوات أو قبل 15 سنة ما كان فيه الأعداد الثربرد اللي تشوفينها اليوم والمنافسات اللي أنت تشوفينها اليوم. فما كانت فيه أي فكرة بأعداد كبيرة أن هي تروح تشارك وترجع. في ال5 سنين اللي فاتت طبعاً شفنا الوضع في نادي راشد اختلف تماماً، صار التركيز على الثربرد والاهتمام على الثربرد مثل الاهتمام في الانتاج المحلي. صح. في السنين الأول كان الاهتمام على انتاج محلي فقط، لكن اليوم انفتح المجال أن الواحد يقدر يشتري الحصان من المزاد بالضبط ويجي ويشارك في كاس جلالة الملك. صح. فعنده فرصة، لكن الأول واحد يفكر أن الانتاج محلي
بياخذني عدة سنوات حق يكون عندي حصان أشارك، فالواحد يتراجع نوعا ما. أما بالنسبة عن الاستيراد والتصدير فالهيئة قائمة بدور، ومن ناحية احنا المحاجر في مرحلة تطوير هالأيام، والمحاجر في نادي راشد بتكون إن شاء الله جاهزة حق الموسم القادم بشكل مختلف. طبعا هذه توجيهات سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ عبد الله وسمو الشيخ عيسى، ان نرفع مستوى الفروسية في مملكة البحرين. فالحمد لله طبعا المحاجر كانت موجودة في السابق، عندنا عدة محاجر، في محاجر في بوري وفي نادي راشد. يعني الشيخ دعي انا ما بقطعك الا بالخير، انا بتكلم عن المحاجر بالتفصيل بس الحين شوي، يعني للحين ما استوعبت موضوع دخول خيل الامارات الى البحرين، لان بعرف هل الهيئه مؤخرا انتهت من 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 هذا الموضوع، لان اخبر ان احنا اللي تناقشنا فيه ان اذا خلصنا من المسح وانتهى ذي الموضوع بعدين بتنحل ذي المشكله، فانا هاي بس اللي ابي افهمه. وهم طبعا ميدان دعوة حصان الشيخ ناصر وحصان الشيخ عيسى للمشاركة في كأس العالم قبل أصلاً ما كان في مشكلة، قبل كانت تطلع خيل المحاجر فوزي وتروح تشارك هناك. لا ما كانت تروح، بس أنا أقصد دخولهم أهم إلى البحرين. لا ما كانت تروح، ما كانت تروح، ما كانت تروح، ما كان في مشاركات بحرينية في ميدان، كان في مشاركات بحرينية في ميدان. لا هو صار النظام إن الخيل تروح أوروبا من البحرين، إيه ومن أوروبا ترجع الإمارات. بالضبط. زين. لا ما في هالفترة هذه عقب الأداء اللي قدموه الخيل البحرينية بشكل عام، يعني الموسم الماضي يعني أنا أعتبره موسم استثنائي للخيل في البحرين من المشاركات الأوروبية صح والمشاركات الخارجية والدولية، هذه اللي صراحة فرحت الناس كلها. يعني من مشاركات بدحصان الشيخ عبد الله، وهذا شيء طبعا يفرح ان الشيخ عبد الله هو طبعا مالك ومحب للخيل ومربي وعنده خبره كبيره في هالمجال، والاثبت في هذه انه هو طبعا انتج خيل ابطال على المستوى العالمي. فهو بدا الله يسلمه بمشاركه الكريفن فحصان سكاردو وسبق، وعقب كملوا الخيل البحرينية. وانت بعد مع عالي؟ عالي ودعم الشيخ ناصر وتواجده وداهية والشيخ سلطان بن محمد من الملاك اللي دائما يقدمون حق الفروسية سواء على أوروبا أو على البحرين. الشيخ عيسى مشاركته ممتازة على مستوى سبق في بريطانيا. فكل هذه يعني تسمى باسم البحرين، وهذه صراحة مفخرة، يعني حتى المحبين الخيل يعني اللي بارك واللي مستانس واللي توصل على مستوى هذا الجروب 2 وهالرسالات هذه الكبيرة، فهذا شيء مفخرة. صحيح. فيعني الحين هل مشاركة السعودية كانت يعني مشاركة يعني من راسين حصان الشيخ ناصر والشيخ عيسى، وسبقوا في يعني بين خيل لها اسمها على المستوى العالمي، هذا شيء يعني ايوه كانوا بيروحون هناك، هذا يرفع الله يسلمك سبقهم هم في ان تظهر خيل من البحرين تشارك في نادي راشد وتروح على مستوى هالليفل هذه وتسبق، هذه معناته ان الرياضة عندنا بخير. اكيد المستوى عندنا ممتاز. اكيد. فهذا الواقع. صح. ما اختلف معك. بس الحين انت اللي جاوبتني على سؤالي. نعم. اللي هو قلت لك انا فبعد السعودية طبعا ارسلت دعوات لمشاركة دارك باور وبورت لاينز. بورت لاينز. وسلوت ذا سولجر كان متواجد في الامارات. فكانوا بيكونون في ثلاثة تروس يمثلون مملكة البحرين في كأس دبي العالمي. وليوصل كأس دبي العالمي ما هو بسيط، لأن في ريتنج وفي مستوى معين أنك توصلين في هالمستوى. ف
فلو كانوا بيشاركون دارك باور بورت لاينز كانوا بيطلعون من البحرين دايركت إلى هناك؟ بيروحون الإمارات ومن الإمارات بيرجعون البحرين. أوكي، إحنا بنتكلم العملية العكسية، الخيل اللي من الإمارات وبتدخل البحرين، هاي الشيء يعني انتهيتوا الموضوع منه ولا لازلتوا في طور الإجراءات ولا شنو بالضبط؟ شوفي إحنا يعني من الـ في أشياء يعني في أمور متطلبة علينا إحنا كهيئة إن إحنا لازم نكون واقعيين ومنطقيين وننفذها. أوكي، بعرف شنو هي. يعني إدارة المحاجر إنها تكون محاجر موجودة ما تكفي، لازم تكون في إدارة للمحاجر. يعني الحين هذه خليني إن أنا أضطر إن أنا أتكلم عن المحاجر الحين. أنا عارف إنه يمكن ما أعرف أنت تقدر تصحح لي إن المحاجر أو المحجر الموجود في نادي راشد حالياً مصمم يعني وفق المعايير الدولية، لكن ينقص الكادر اللي يعمل فيه ولا شنو بالضبط؟ شنو الوضع الحالي؟ شوفي إحنا عندنا بند في الهيئة من البنود 18 اللي وقع عليه المرسوم سيدي جلالة الملك، وهذا إن الهيئة اللي احنا يعني تونا هذه في اول نقطه وليه الحين ما خلصنا منها وبتاخذ منا وقت، لكن اذا احنا درنا المحاجر بالاداره الطريق الصحيح المطلوب منا فما بتكون في اي مشكله، واحنا ان شاء الله ان احنا يعني وضعنا نظام المحاجر في نادي راشد الموجوده الثري بانز اللي يتسعون حق 26 راس بيكون في اضافه بيكون في حق 50 راس، فنادي راشد في الموسم الجاي سباق الدولي ان شاء الله اذا الله كتب بيكون مختلف اعداد الخيل، يمكن تزيد، يمكن السباقات تزيد، هذا طبعا يعتمد، هذا يرجع لإدارة النادي سمو الشيخ عبد الله سمو الشيخ عيسى اللي يشوفونهم الأفضل بيسوونه، لكن إحنا لازم نكون جاهزين من ناحية المحاجر. المحاجر الثلاثة قاعدين نطور عليها لأن فيها أخطاء. شنو قاعدين تسوون حالياً؟ يعني تنقصها هذه الأمور، في أمور وايد تنقصها في المحاجر، يعني ما بنت بالشكل الصحيح. من ناحية يعني كمبنى. إيه. أوكي. أنا اللي سمعت أن المباني ما فيها شيء، أو يعني هو كمكان جاهز اللهم ينقص. هو هي 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 المباني يعني حق ما نظلم أحد سابق ممتازة زينة، بس إحنا نبغي نتأكد أنها تكون على مستوى عالي علشان يعترف فيه انه يكون محجر. لا لا لا، هو مو بشرط، يعني مو بالاعتراف، هو كل واحد بس انت تحتاج انه يكون عندك محجر معترف فيه. احنا نروح بعد دول ثانيه نشوف محاجرهم مستواها اقل من المحاجر اللي عندنا، فيعتمد على الواحد يبي يقدمه، بس احنا دائما توجيهات الشيخ ناصر الله يسلمه ان احنا دائما لازم نقدم الافضل. اكيد. فاحنا الهيئه عندنا أعضاء متواجدين ويانا ونشتغل كفريق واحد، وهم ذو خبرة وكل واحد عنده وجهة نظر، ووصلنا لرأي أن احنا في أمور لازم تتعدل. طبعا هذه طبعا بعد موافقة الشيخ عيسى روينا البلان حق الهيئة حق تطوير المحاجر عرضتوا عليه ووافقوا عليه وهم مرتاحين من التطوير اللي بيكون، فصار التركيز على أن احنا المحاجر في نادي راشد ان شاء الله انها تكمل في شهر 11 اذا الله كتب، يعني مع الظروف الصعبه اللي تمر فيها العالم الحين لكن الناس تشوفهم شغالين ان شاء الله. الهيئه العليا بدورها اطلبت منكم يعني اشياء معينه، انت ذكرت السباق الدولي وانا كنت بيطرق حق السباق الدولي، انه يعني في حال كانوا مثلا النادي بيستضيفون مثلا سباق دولي على مستوى اكبر باعداد اكبر، فهل خطتكم كانت مبنية على متطلبات النادي؟ هل هم زودوكم بأشياء يعني يقولوا لكم إحنا هاي العدد اللي نحتاجه وغيره؟ أن أي رئيس؟ المحاجر حق السباق الدولي اللي بيجي. والله شوفي هو. في كان طلبات معينة من قبل. في الله يسلمك الرئيس الدولي السباق البحرين الأول دولي الأول في البحرين طبعاً نادي راشد طبعاً كانت في شركة إدارة المحاجر. بشكل ممتاز نفس اللي احنا سويناه في الاتحاد يوم بطولة العالم، يعني جات هذه الشركة وهو الشاحن وهو اللي بيقوم بعملية الحجر.
ويبوا أفضل الناس، وكنا إحنا كهيئة متواجدين معاهم وعندنا الطاقم إن إحنا نقوم بهالعمل دي، وتوفقوا في الاختيار، والنجاح كان نجاح كبير للبحرين، والفيدباك اللي حصلناه وسمعناه من المدربين في أوروبا الكل كان يشيد بالمستوى اللي شافوه. يعني الحين أنا بس يمكن شوي معلوماتي قليلة في ذي الجانب، إدارة الشركة لهاي المحاجر ولما استوى السباق الدولي، هل الهيئة تطمح أن في المستقبل إحنا ما نكون أنت يعني كهيئة وكمحاجر إدارة محاجر ما تكون بحاجة هاي الشركة، يعني يكون يعني محاجرك أوردي خلاص قائمة وعندك إدارتها والكوادر العاملة فيها موجودة، هاي الشيء موجود على أجندة الهيئة حالياً ولا؟ أي نعم، هذه ترى القاموا بإدارة المحاجر نفسهم اللي قاموا في السعودية نفس الأشخاص. إحنا طبعاً إدارة المحاجر بيكون عندنا فريق طاقم إنه هو قادر إنه هو يدير الحجر ويدير هذه العملية على طول السنة. يعني يكون عندنا فريقنا اللي يعملون للهيئة تحت مظلة الهيئة. بنختار أفضل الناس ذو الخبرة وبنوظفهم عندنا في الهيئة. هذه الخطة المستقبلية. الشيخ ناصر يعني مؤيد هذه صح ضروري جدا. يعني بيكون عندنا دكتور بيكون عندنا دكتور ذو خبرة، بيكونون عندنا مسؤولين عن المحاجر، بيكونون عندنا سياسي، فاحنا حاطين يعني في بالنا ان احنا نوظف. لو بكرة مثلا عندك حصان وصل للبحرين فانت ككونش كمالش ما لا داعي تروحين المطار، الهيئة بتكون نقل الحصان من المحجر يوصل للمحجر، ممنوع الزيارة لمدة 48 ساعة على وصول الخيل، ومن بعدها بيكون في تواغيت حق زيارات الخيل في المحاجر، وإدارة الهيئة هي بتقوم عملية الإشراف على الخيل أثناء حجرها. أوكي، يعني الحين متوقع أن هاي الخطة تكون جاهزة في شهر 11؟ شهر 9. سمعت أن الحين طريقة الحجر تغيرت، صارت بس بتكون 48 ساعة، هاي شيء صح؟ لا 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 احنا لا 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 ال 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 كنا احنا عن الزيارة 48 ساعة. لا انت اللي سمعتي عن الدم اللي ينخف. اي شنو هاي؟ ان على وصول الخيل. أوكي. يعني هو مثلا الحين النظام انه يوصل الحصان سابع يوم ينخذ منه يسحب منه. هاي اللي الحين هذه المعتاد يعني على حسب ستاندرد. بعد سبع يوم ينرسل للمختبر وعلى ضوءها تظهر النتيجة. توصل النتيجة الحصان سليم، بعدها المالك يقدر يستلم حصانه من المحجر. أوكي. إحنا عندنا مثلا الخيل القدرة وخيل نادي راشد خيل الفلات ريس، يعني هم دائما مهتمين ويطعمون تطعيماتهم بشكل مستمر يعني. فما نحاتي، فاحنا نبغي نثقف الناس الغير انه يعني ترى التطعيم له مره في السنه فهو مهم. فبدل انه ينخذ مثلا عقب اسبوع ينخذ بعد 48 ساعه حق فتره الحجر تقل بدل 14 يوم 10 ايام. بس هذه تقدر الواحد يسويها مع الخيل المضمونه. يعني الشيء اللي ينظم القدرة مو بلأنه يمكن المدربين مهتمين أزيد من اللزوم، مطلوب منهم في التروتاب أن الفت يشيك جوازه يتأكد أن الحصان مطعم. صح. فبهالطريقة هو مضطر أنه هو يطعم دائما يتأكد من تطعيمه، لأن إذا ما كان مطعم ما بينقبل حق أنه يشارك. فهذه من شروط الـ FEI الأجبرة المدربين والملاك التام أنهم يستمرون في تطعيم. أبي أعرف شلون الهيئة بيكون عندها كنترول على المحاجر الخاصة مثل محجر فوزي مثل
سافرة وأي محجر خاص؟ شوفي المحاجر الخاصة مثل محجر فوزي أو المحاجر موجودة من السابق يعني قبل لا تكون الهيئة موجودة. مثل سافرة طبعا عندهم أعداد كبيرة في الخيل وعندهم خيل تروح أوروبا ترجع عندهم فكر جديد أنهم ينتجون يودون خيلهم أوروبا لعدة سنوات وترجع. طبعا مثل سافرة استاد مثل سافرة يحتاج أن يكون عنده المحجر الخاص فيه. أكيد المحاجر، أنا ما قاعد أقول لك أنه لازم تلغون المحاجر الخاصة، بس قاعد أقول لك الهيئة شنو بيكون دورها في كنترول هاي المحاجر. خليني أنا أكمل، ما كملت لك. أوكي. فطلبنا منهم على المعايير المطلوبة حق الاثري وقاموا بشغل جبار صراحة. المحجر الموجود وإدارة المحجر اللي يقوم بها راجع هناك صراحة شيء يعني يشرف. شنو طلبتوا منهم؟ يعني في معايير لازم تنحط على البوكسات، نوع التور وغيره، الدخول والخروج والتسجيل، فهم يقوموا بها لأن ما عندنا مثل ما تكلمنا من الأول ما عندنا الكوادر اللي هي تقوم بهالعملية. دور الهيئة أنها هي تقوم بزيارة أي وقت أوكي حق المحاجر. فيوم اللي بيكون فيه عدم التزام بالحجر فمن حق الهيئة أنها تكنسل المحجر وتكنسل الحجر اللي صاير في ذاك الوقت. يعني زيارات عشوائية، زيارات عشوائية نسميها صح؟ نعم. أنا أبي يعني أقول إحنا تقريباً الحين كم صار على تأسيس الهيئة؟ سنة. سنة. فلما تأسست الهيئة ولما تكلمت عنها مع سمو الشيخ ناصر في حلقة ختام الموسم لا العام لا، كنا نقول إن الهيئة بتأخذنا أو بتأخذ البحرين من وإلى. فأبيك شيخ دعي تقول لي حالياً شنو على أجندتك المستقبلية، أو مثلاً إحنا من قعدتنا اليوم لمثلاً سنتين ولا ما أعرف شنو الخطة اللي أنتوا وضعتوها، شنو بيكون؟ أبيك تراويني الصورة الأكبر. شوفي هو العملية الاستيراد والتصدير ترى هي ما هي بسيطة. فقبل التطوير أو قبل أي شيء ثاني الواحد لازم يعني هذه تأخذ لنا وقت طويل إذا هي صارت مثل لا نتكلم به الحين، ف يعني بيكون الوضع مريح للسنين الجاية كلها إن شاء الله. إنه بيكون في نظام الكل يكون مرتاح منه وبيشوفه وبيشوف طريقة العملية اللي بتصير، وبيكون بكرة ما في أي ملام علينا. من بعدها احنا عندنا فكرة مثلا انه يكون في تطوير حق الفروسية بشكل عام. اليوم البحرين بالأعداد الموجودة يعني أتمنى أن تكون في عيادة كبيرة ومستشفى حق خيل يخدم هالخيل هذه هالأعداد هذه الكبيرة. أتمنى أن يكون في خطة مستقبلية الشيخ ناصر وجه بها، لكن احنا لازم في يعني عندنا نقاط مهمة لازم ننفذها ونشوف المهم شنو المهم وشنو الأهم، فخلنا على الأهم الحين وهذه بتكون خطوة ثانية. بعيد شوي عن الهيئة أتكلم وياك يعني شيخ دعي بصفة شوي ثانية، أشوفك يعني دخلت شوي في عالم الإنتاج هني والله مع وسيلة. والله إحنا يعني طبعا الإنتاج مهم وقلنا هذه يعني تجربة ونحاول إن إحنا يعني نخوضها مع الإخوان الملاك اللي يقومون فيها. نعم، مو ناوي على شيء معين يعني تتوسع أكثر؟ والله مو في الوقت الراهن، مو بحالي يعني. لا، عالي شاغلني شوية يمكن. شنو الخطة مع عالي أو عقب عالي؟ والله سباقات يعني خصوصاً إن الحين انضغط يعني أغلب السباقات. والله هذا شيء يعني طبعاً اللي صاير يعني حول العالم ما هو شيء بسيط طبعاً. فسلامة الناس أهم من أي شيء ثاني. أكيد. لكن
السباقات في بريطانيا يعني مثل ما انت كنت تتابعين يعني لها طابع مختلف. طابع مختلف. في سؤال انا دائما ابي اسالك اياه وكله انسى اسالك اياه. ليش ما تشاركون في كل سباق قدرة؟ هني في البحرين؟ ايه. والله احنا يعني نركز على الريسات المهمة. ليش؟ يعني مثل ما انت عارفة مثلا الخيل في دبي نغلها جاية ورايحة. ف ليش ما تخلون لكم خيل حق اللي هني؟ والله احنا التجارب اللي مريناها في دبي وكثرة السباقات هناك يعني والنتائج اللي شفناها شجعتنا ان احنا نواصل على نفس الطريقة. هو ترى الواحد يعني يمكن يكون ماشي بشكل صحيح لكنه يعني يحتاج التوفيق، يحتاج الحصان الجيد. يعني يطلع حصان مثل التريدر يخلينا احنا بخير سنتين ثلاث. العملية ما هو بسيطة يعني سباقات القدرة انت تتابعينها ما هو بسيطة. ما هو بسيط ان اليوم الواحد يكون عنده حصان يقدر يمشي على أفرج عالي ويخلص الريس ويكون يكون بخير بعد السباق حق يشارك السباق اللي بعده. العملية ما هو سهلة. يعني أنت ما تشوف إن تواجدكم في كل السباقات ممكن شوي يعطيكم أفضلية حق السباقات الكبيرة اللي أنتم تطمحون لها؟ ما أظن يعني إن الواحد يشارك الموسم كله يعني لو على العدد اللي عنده الموجود صعب إنه يشارك بعد يعني. صعب. إذا أنت عندك 30 راس تحت يعني فول ستابل تمرنينهم من 30 هل بيكونون سليمين هالثلاثين راس؟ لا بس يعني احنا لازم في خيل متعورة، لازم في خيل متصاحية، لازم في مو بوايد صح؟ شلون؟ يعني احنا نتكلم عن كم سباق زيادة؟ اذا انتم السباقات المهمة بالنسبة لكم اللي هو العيد الوطني وكاس الملك. نعم. اللي قبلهم. نعم. شنو؟ الافتتاح. الافتتاح. يعني مو ما نتكلم احنا عن سباقات عددها وايد. ان شاء الله المستقبل يكون شارك بعدد اكبر يعني من السباقات مختلف ان شاء الله. مختلف. متحسف على اللي صار في كاس الملك؟ والله هذه يعني توافق انا ما ظنيت انها بتختلف الامور اخر كيلو، فانا مشيت على المضمون على السليم والحصان في السباق اللي قبله طبعا عند الخط تعثر الحصان وطاح. ما نبغى نشوف هالمشهد ذي مره ثانيه. يعني الحصان ودك انه انا يعني افضل ان الحصان يجي بافرج ممتاز ويخلص الريس فريش مرتاح. هذا شيء يفرح. يعني مو متحسف على اللي صار؟ مو متحسف. لا انت صدق ما كنت تعرف ان اللي كانوا مال فيكتوريس الاثنين اللي قدام ما كانوا انه وقفوا؟ كان حصان عبد الحق؟ اي لا اللي كانوا عند فيكتوريوس من كان في كاس الملك قدام؟ كان عبد الرحمن الزايد. اي ترايون وبريز. اي لا ما دري صد؟ اي بس مرة ثانية خلني وياه كان اي لا 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 دري يمكن يختلف الأخبار. نشوف وضع القدرة والفلات ريس انت ايش رايك وجهة نظرك؟ احنا بنسألك الحين مواضيع القدرة والسرعة بتسمعونها في الحلقة الجاية، بس كنت ابغي في هذا اللقاء اغطي كل تساؤلاتكم عن الهيئة، وإذا في شيء ما قلناه قولوا لي وبنغطيه في لقاء جاي. قلنا تقريبا كل شيء احنا، بس لا طلبة من يعني هالخيل والمحبين لهالفروسية هذه هم يتوقعون وايد من الهيئة انها تقدم، ومن حقهم هالشيء ذي. بس لازم بعد يصبرون علينا شوي. بالنسبة راح لين نوفمبر قلنا له هاي أول صبر. إحنا ما نبغى نرجع على الموضوع كله. إحنا نقول اللفات الماضي أصبح في الماضي والجاي بيكون مختلف تماماً حق الناس كلها، وهذه البحرين تستاهل وهالخيل يستاهلون. وهذه الاستيراد والتصدير في الأخير سمعة أكيد، وإحنا بنتأكد أنها تكون السمعة تليق بسمعة البحرين. شوف أنت صدق تقول أن الماضي يتم في الماضي، بس أنا إذا ما سألتك دي السؤال يمكن اليوم ما أرقد في الليل. تبيني ما أرقد؟ هاي عندك سؤال؟
توش تقولين خالصة. أنت صح قلت إن الماضي يتم في الماضي. نعم. بس يعني الواحد عشان يقدر يشوف المستقبل ويتعامل معه. نعم. لابد إنه. تبغى شنو الماضي؟ يتجاوز الماضي. زين شنو الماضي؟ أنا السؤال اللي إذا ما سألته مو براقد اليوم. سألي. هو ليش أنا يوم رحت حق بريتا صار يعني كأني ارتكبت جريمة. ويوسف اتصل فيها والهاي هدى لا تكلمينها يعني حسيت انه شنو صاير؟ لا ليش؟ انا خلانا صارحك لان انا اللي زعلت عليك وبقول ايه قول لي ايه انت خدتي من السالفه ومشككه في كلامي ورايحه تساليه من وراي لا في بريتا ومسجلتها على الموضوع لا هذا الموضوع اذا انت تقولين مثلا هذا موضوع راح احنا خلينا نتكلم في الواقع وفي ناس زعلوا واللي بيزعل على 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 الحق ما يشوف شر صح 100% تكلم الواقع على المنطق في إدارة محاجر اليوم في تشوفين أنت في أحد قاعد يدير محاجر لا في محاجر بمستوى عالمي متواجد اليوم لا هل إحنا نقول اللي من 30 سنة وأربعين سنة ما تقدم شيء حق يليق باسم البحرين علشان كذي الناس اللي كانوا مسؤولين لازم هم يتكلمون هذا الحين خلاص انتهى الموضوع يعني شيخ ناصر الله يسلمه شاف ان في فقره فراغ بين الـ 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 الخيل وبين الـ الـ المسؤولين انشا الهيئه جينا طلبنا من معالي الوزير متطلبات الهيئه ورحب وما قصر وماشيين احنا في التطوير بس ما كان في الجهه اللي تنقل ال- 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 الواقع فمن نقلنا الواقع واللي صاير تجاوبت الناس وياه يعني. صح يلا بريتا موجوده بريتا موجوده شنو موقعها الحين؟ لان يعني ابي انسى انا اللي صار ذاك المره خلاص صار انتهى الحين ايه؟ الموضوع هو بعد لازم يكون في اختلاف ايه؟ وفي وجهه نظر فأنتي كنتي تبغين تتأكدين من الموضوع؟ لا أنا كنت أبي أنا كلش ما كنت مشككة في كلامك أنت قلت إن اللي كانوا على المسؤولين اللي كانوا ماسكين زين من اللي كان مسؤول بريتا زين يعني بريتا لازم هي تجاوب عن شنو الأخطاء اللي هم سووها قبل؟ عاد هي بعد بريتا بعد مو بنا الدفاع عنها لكن بعد هي مو الأمر مو عندها هي يعني هي مو اللي تقدر تنفذ هالشيء اليوم أنا راح أنلام أنلام إذا هالشيء استوى إذا صار أو ما صار إذا فريقنا إحنا الهيئة نجح أو ما نجح وإحنا إن شاء الله بنكون عند قد ثقة الشيخ ناصر وهو داعمنا من أول يوم وبنرضي الناس ترضى الناس يصبرون علينا شوي زين ما قلت لي عن بريتا وين موقعها وايد ناس يسألوني عن بريتا أنا وايد بريتا بتكون في الهيئة في الهيئة اي وبتشوفين الـ الهيكل التنظيم حق الهيئة بتشوفينه متى؟ موجود جاهز احنا قدمناه بس خلي يوافقون عليه اوكي عقبال احنا بعد ترى في امور بعد طالبينها من زمان ننتظر الموافقة يعني بعد في امور خارج ارادتنا لكن الـ 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 مثل ما قلت لك من وارد عيد اكرر ان احنا الاستيراد والتصدير وهو لازم ان احنا ان طابقة بشكل ممتاز وإحنا في مرحلة إن شاء الله بس على نهاية تطوير المحاجر نادي راشد ونطور المحاجر الثانية وبكرة بيكون في توزيع حق الخيلتي البحرين خيل الفلات ريس محاجر نادي راشد موجودة خيل الغدرة محاجر الغدرة موجودة الخيل الغير الخيل الجامب أو اللي يكون في محاجر بوري موجودة فبتقوم بنقوم بعمل تنظيمي بتنظم والناس بترضى ان شاء الله ان شاء الله خلصنا شكرا راضي انت دائما عندك شك على عندي الحين انا 99.9 راضيه عن اللقاء بقى 0.1 شنو هو ما قلت لي الحين الخيل اللي من الامارات بتدخل البحرين ولا لا بتدخل ان شاء الله انحلت هاي المشكله ولا لحين تحلونها يعني احنا الحين مثل ما قلت لك انا يعني هو اليوم ارسلوا الدعوات فانت من ارسال الدعوات تتوقع انها هي بتنحل تنحل اوكي بس انا ما صار شيء اوفيشال رسمي حتى الان لا
اذا الكلام اللي قلته لك في اللقاء ما صار وضعنا ما بيكون زين. اذا ما كانت في اداره حق المحاجر ولا نقدر نوعد الناس بشيء احنا ما سويناه ولا نقدر نوعد الناس بشيء ما هو موجود. اوكي خلاص الحين ارتحت 100% عرفت الجواب. يعني الشيخ ناصر عارف اهميه الموضوع ومهتم فيه ازيد مني ومنك. شكرا لقاء لطيف. نشفت رجلي يا عبد. ايش بتقولين يعني متهور؟ مثل ما تقولين انهم يقولون الامكانيات غير يعني موجوده. ايه ترى ليش غلبتنا نوره بنت حمد؟ لا 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 اكيد احنا نفكر في ذي الشيء. بالنسبه حق الغير ادائهم ادنى بعد من اللي كان عليه.